طبعا هواية تجارب أثبتت بأن الرصاص ما يبني وطن. نعم بالتأكيد الرصاص ما يبني وطن، بالعكس يهدمه، وهذه مشكلة العراق اللي يعاني منه. المهم ليلة الرصاص لم تكن تنتهي لولا كلمة من قبل السيد الصدر، وربما كنا سنعيش اليوم الأول من أيام الحرب الداخلية اليوم. لكن الانسحاب الصدري المسلح والشعبي من الخضراء اللي لاقى ترحيب داخلي وخارجي لا يقرأ بأنه تراجع المهزوم بحسب رأي البعض اللي حللوا الوضع وقالوا بأن الشأن الداخلي العراقي أمام مفترق طرق، بمعنى الأزمة لم تنتهي بعد، وممكن عودة الاحتجاج أو الرصاص لا سامح الله في أي لحظة. وعلى ذكر هذا الموضوع أكو مجموعة من التسريبات اليوم يا ستار، هواي تسريبات شفناها. طيب تسريبات ومصادر دا تحكي وتقول إلى أنه ممكن أن تنهي أو تشعل الأزمة مجددا. الأول قال بأن بعض أطراف الإطار التنسيقي مصر على استكمال تشكيل الحكومة في قادم الأيام، وهناك مفاجآت بمنصب رئيس الوزراء. هذا الأول. في حين المصدر الثاني قال بأن هناك نية لدى بعض قادة التنسيقي الانسحاب من الإطار في طبخة لم يعلم عنها لكسب الصدر بقضية انسحابه من الخضراء ودعوة حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. الثالث هو الإبقاء على حكومة الكاظمة وإعطائها الشرعية البرلمانية وتغيير قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية وما إلى ذلك. الرابع هي حكومة أيضا قد تكون هذه الحكومة من مستقلين ويعني بعض الأكاديميين وما إلى ذلك. الخامس يتحدث عن حل من خلال منصب رئيس الجمهورية باتفاق كردي. فأي الأنباء والمصادر ممكن أن تتحول إلى يقين وواقع؟ الله أعلم، بعدنا دا نترقى ودا نشوف كل هاي المصادر وهالأنباء. في حين إذا ما نرجع ليوم أمس، فبعض المراقبين حللوا الأزمة ويعني حاولوا أن يوصلون شنو السبب اللي صار، قائلين بأن إيران هي من أشعلت الأوضاع في العراق لتثبت للعامل الدولي بأنها قادرة على رفع أسعار النفط على الغرب. إذا ما وصلت مع القوى العالمية بخصوص الملف النووي في سبتمبر المقبل، لكن لازم نعود إلى القضية الأساس والشأن الداخلي ونتساءل هل حل الأزمة الداخلية ستكفي العراق وتحميه من الرسائل الدولية والتدخل الدولي؟ ننتظر ونشوف.